اكتر حد فرحان ومستني البطوله دي كنت انت. عشت صفحات كتير، خدت البطوله دي كلاعب، لكن اعتقد ان دي البطوله الاغلى في حياتك. اه طبعا الحمد لله رب العالمين. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي يعني الناس ما زعلش مني طبعا، ان عارف ان الجمهور كله كان عايز يبقى موجود معانا النهارده جوه الملعب، بس يعني ما حدش يزعل مننا لان ده غصب عننا، يعني اللي قدرنا نعمله عملناه، والجمهور يعني كان دايما هو نمره واحد بالنسبه لنا وهو اهم حاجه بالنسبه لنا. اشكرهم طبعا على حضورهم النهارده، ولو الجمهور ده في كل مباراه كده عمر ما النادي الاهلي هيخسر نقطه في اي حاجه في اي بطوله يعني. بس الحمد لله. مبروك طبعا لمجلس اداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه، بصراحه كانوا رجاله. احنا لعبنا كميه مباريات وكميه سفر كانت صعبه جدا، بس كلهم كانوا رجاله والحمد لله ربنا كرمنا. البطوله دي تاريخيه للنادي الاهلي لان الرقم ده انا مصمم عليه. لاول مره في تاريخ افريقيا من سنه 64 ل 2024 فريق ياخد البطوله وما دخلش مرمى غير هدف واحد، ما حصلتش في تاريخ افريقيا. انجاز بيحسب لكم كجهاز فني، كجهاز اداري، كلاعبين، اعتقد سعيد بالرقم ده كابتن خالد. الحمد لله. طبعا النادي الاهلي خلق اللي يعمل ارقام ويكسر ارقام ويعمل ارقام ويكسر، هو اللي يعمل الارقام هو اللي يكسرها يعني، فده الحمد لله رب العالمين طبعا، وده شغل مجموعه كامله. زي ما انا قلت معاكم في قبل الماتش اللي في المباراه الاولى ان احنا كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد، كلنا بنساعد بعض عشان احنا الحمد لله ناخد البطوله. بطوله غاليه جدا 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 زي ما انت قلت، هي بطوله بالنسبه لي انا يعني اول مره وانا مدير كوره اخد بطوله افريقيا، دي حاجه بالنسبه لي كويسه. اسهل وانت لاعب ولا وانت مدير كوره؟ لا انا لاعب. لا 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 ده موضوع صعب جدا يا جماعه. ما طبعا وانت لاعب الموضوع بيبقى مختلف. انت هنا انا قاعد بقالي اربع ايام عايش في تفاصيل بس من ساعه ما رجعت من تونس وانا عايش في تفاصيل بس، فطبيعي انت بتشغل النادي الاهلي نادي كبير عنده حاجات كتيره جدا 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 لازم تبقى مرتبه بشكل كويس، فالحمد لله مبروك مبروك. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا يا كابتن خالد، يعني التفاصيل والامور اللي احنا عشناها، انت قلت نقطه مهمه جدا، اللعيبه بتخاف على زعل الكابتن الخطيب. وجود الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره معاكم في كل وقت، كان موجود في ماتش الذهاب، اعتقد وجوده مهم جدا يا كابتن. والله انا يعني مش عايز اتكلم طبعا. كابتن خطيب طبعا يعني عمل معانا مجهود كبير جدا، وزي ما قلت لك اللعيبه بتخاف على زعله، وهو يعني بقاله فتره كان تعبان جدا انا عارف، وكان متحامل على نفسه وسافر معانا وهو تعبان، وموجود امبارح معانا وموجود اول امبارح معانا وموجود معانا في كل التفاصيل. الكابتن موجود معانا بيعمل شغل كبير جدا وبيتعب، عشان كده ربنا كرمه وكرمنا، وبرده يعني الحمد لله على كل حاجه. واسيبك بقى الكابتن رضا.